بكم مشاهدينا الكرام من لوكيشن تصوير مسلسل حق عرب. الحقيقة جامع عدد كبير جدا من النجوم الكبار وكمان النجوم الشباب، بيقدم تيمة شعبية مميزة جدا. طيب احنا معانا دلوقتي واحدة من النجوم الكبار اللي مقدمة شخصية مفاجأة للجمهور كله، وهي شخصية صباح والفنانة الكبيرة وفاء عامر. برحب بيك على اكسترا نيوز. اهلا وسهلا ومنورانا يا سارة، وميرسي جدا لجمهور اكسترا نيوز. بنورك وكل سنة وحضرتك طيب. وانتم طيبين وبصحة وهنا ان شاء الله. طيب احنا طبعا دي أستاذة وفاء من التصوير، باللبس تصوير وميك اب تصوير وكل حاجة، فعايزين بقى نتكلم عن الشكل الرسم الجسماني والنفسي للشخصية صباح، حضرتي له ازاي مع المخرج والمؤلف؟ والله بص انا هقولك على حاجة، انا بالنسبة لي الشكل كنت سلمته الملك ذو الفقار، فهي اللي عملت كل حاجة. بالنسبة طبعا للمخرج ملاحظاته، طبعا كان في اجتماعات بيني وبينه، كنت انزل من المطار من لبنان عليه مكتبه نقعد نتكلم. بالنسبه كمان للاداء انا ما ببقاش عارفه انا هعمل ايه، بس انا عاجبني الموضوع، يعني ببقى شويه عاجبني قوي الموضوع. ازاي بقى يعني اكتر حاجه شدتك في صباح ايه؟ يعني حضرتك قدمتي تيمة الشعبية اكتر من مره، لكن دايما بتقدميها بشكل مميز، دايما في اضافه خاصه لوفاء عامر. ايه الاضافه لوفاء عامر في شخصيه صباح، وايه اللي جذبك اصلا في الورق؟ لان الورق برضو فيه صراعات كبيره جدا. يعني مثلا انها شخصيه دم ولحم، فيها شر وخير، خير وشر، فيها حزن وسعاده، يعني هي حقيقيه قوي. معتقد من المعتقدات اللي بتتفسر بشكل او باخر، صحيحه او غير صحيحه، ممكن لو ربنا كاتبها بجد، لو اجتمع الانس والجن هتنفذ، هتحصل. فده اللي حصل في المسلسل، جزء من الرساله بتاعته في ملعب صباح الجيش. لا هو كله في ملعب صباح الجيش. نعم. هقول نعم. لك ليه؟ فضل. لان في سر معين بيتكشف جزء منه في اول الاحداث، وشويه بقى احنا والجمهور بس اللي عارفين بالظبط، الشخصيات الباقيه مش عارفه. فاحنا هنا في لعبه ما صباح بتلعبها مع الجمهور ومع الشخصيات، فازاي بفرقتي ووزنتي في تقديم الاداء نفسه بتاعك ما بين ان انا امثل ان انا مش عارفه وان انا صباح ودي بنتي او ده ابني؟ ما كنتش عارفه حاجه، يعني انا اللي حصل ان انا ما اعرفش، انا بقيت صباح. فان انا ابقى يعني ابقى عارفه مثلا انا هعمل ايه دلوقتي، او ابقى داخله المشهد باداء، او مرتبه نفسي هقول ايه، ما اعرفش. يعني ممكن قوي، هو انا بشتغل مع مخرج بيحترم ابداع الفنان، فمع الاستاذ رياض الخولي، مع النجم احمد العوضي، مع دينا فؤاد، مع يعني مثلا يعني لو حد اتحرك حركه زياده، رفع ايده، برق، هو بالروح الشخصيه انا باخد الفن بتاعي، بيبقى بركب بالطريقه اللي قدامي الجمله عمل حركه، انا معرفش، هي ربنا اللي بيرزق. مش مترتبه طبعا، مش لاقيه لها وصفه، حتى تلاقيني مش عارفه اقول لك ايه. يعني هي بتبقى كده، يعني حتى في لغه الجسد، في مصطلحات معينه، في العينين، لغه العيون في صباح عاليه جدا. يعني لو الساده المشاهدين متابعين حق عرب هيشوفوا صباح قد ايه عينيها بتتلون، بتتحول كده. دي بقى على حسب، ما انا مش ممكن ابقى عارفه لو قلتي لي دلوقتي اعملي لي حركه، مش هعرف. انت بتروحي معاه؟ بتروحي؟ بروح. هي بتاخدني. ايوه يعني عارفه، يعني هو انا جات لي اختي البلاتو، واحده ما بتمثلش في اخواتي، خرجت تجري قالت لي انت ملبوسه. يعني هو انا بعتبر فعلا ان الشخصيه بتلبسني من ساسي لراسي، لدرجه ان انا حتى في البيت ما بيعرفوش يتعاملوا معايا في اثناء ما بشتغل او بعمل حاجه. طيب حلو.